حاجه اخرى، واش هي طبيعه هذه الحاجه اللي راني ندير فيها هذا البروجي؟ هذا البروجي هو عباره عن شركه ذات اسهم. وي غادي نقوم بافتتاح شركه ذات الاسهم. زول ايت ما اسمع معكم حبيبتكم بهي اللي تحب قاد الدنيا. واليوم اليوم 31/12/2017، يعني هذا الفيديو هو اخر فيديو راح نديره لسنه 2017، وحبيت نلخص لكم واش صرا لي في 2017. كما تعرفوا الى كنتم متابعيني في فتره طويله، كل ما يفوت عليا عام راني نخلص لكم واش صرا لي فيه. الا ما شفتوش واش صرا لي واش هضره يتلفلف، الا ما شفتوش واش صرا لي في 2016 راح نخلي تحت اللينك في صندوق الوصف تشوفوا الفيديو اللي لخصت فيه سنه 2016. المهم المفيد قبل ما نبدا نحكي لكم على واش صرا لي في هذا العام، راح نقول لكم بلي راني دايره جيفوي لزوج اشخاص محظوظين راح يربحوا معايا. هاد الكيفوي هي عبارة عن مبلغ مالي، هاد المبلغ المالي هو 10 ملايين، اللي هي يعني كل واحد فيهم راح يربح 5 ملايين. علاش درت لكم مبلغ مالي؟ لأني موافقة نشري لكم منتوجات ونبعثها لكم في لابوست، بصح شهوالا ولا تدي وقت طويل، وآخر فترة كان وحدة ما وصلتهاش وعاود رجع لي هداك الكولي، وأنا يهبلت يعني زعفت بزاف، وعلى بها قلت حبسي. هاد المره نعطيهم دراهم، خليهم هما يديروا واش يحبوا بهاد الدراهم، شري الحاجه اللي راكي حبتها ولا شري الحاجه اللي راك حابها سواء كنت بنت ولا ولد. يعني حبيت نفرحكم كيما هكا باش 2018 تدخل عليكم بالفرح وتدخل عليكم بحاجه حلوه من عندي انا بالذات. المهم شروط المسابقه جد جد سهله وبسيطه، وهي كالتالي: انك لازم تكون مشترك في قناتي على اليوتيوب. كيفاش تشترك؟ انك كاين الزر الاحمر داير كيما هكا، تترك هذا الزر الاحمر وتصبح مشترك، وكاين هنايا حداه الجرس ثاني تضغط على هذاك الجرس باه يوصلك كامل الفيديوهات اللي جدد، ودير لايك لهذا الفيديو. شفتوا كيفاش سهله بزاف؟ متى يتم اختيار فائزين هل القناه تاعي تقفل 200,000 مشترك ما باقي لها والو، راح يتم اعلان الفائزين، وهاد الفائزين راح نقوم باعلانهم هنا في لاشين تاعي في قناتي على اليوتيوب، وراح اقوم باعلانهم في الانستغرام تاعي وراح نطاقيهم ونبعث لهم رساله ونحكي معاهم ويعني نتبادل معلومات معاهم. اول حاجه راح نحكي لكم عليها هي لا مارك تاعي. في الفيديو ما قبل الاخير قلت لكم بلي راح نقوم باطلاق ماركه خاصه بيا، وكامل فرحوا لي وكامل هناوني وكامل بداو يطرحوا الاسئله دي هي واش هي هاد لا مارك تاعك، قولي لنا عطينا معلومات، وطلبوا مني اني نعطيهم كامل المراحل اللي فت عليها ونعطيهم نصائح لكامل الشباب اللي راهم حابين يساهموا في اقتصاد هاد البلاد واللي حابين يديروا بروجي خاص بهم. باه خلوني نحكي لكم شايله هاد الماركه تاعي. حاجه اخرى، واش هي طبيعه هاد الحاجه اللي راني ندير فيها هاد البروجي؟ هاد البروجي هو عباره عن شركه ذات اسهم. وي غادي نقوم بافتتاح شركه ذات الاسهم. على الخطوات اللي قمت بها 2017 كامل، وانا كل يوم نجري كل يوم عند الادارات، ماشي اداره ماشي زوج، متأملوش عقلكم شحال غبنت في هذا 2017، متأملوش عقلكم شحال جديت على جال هذا البروجي تاعي. بصح الحمد لله ما عليش، انا انسانه صامته ما نفشلش، ما جامي ما غادي نحبس، وتوجو راح نبقى نجري مور الهدف تاعي حتى اللي نقوم بتحقيقه. خلوني نعطيكم حاجه مهمه، حنا دائما نسمعوا في التلفاز باللي الجزائر تشجع الشباب على الصناعه وتشجعهم على كذا وكذا وكذا، بصح الحقيقه حاجه مختلفه تماما. كما راكم تشوفوا بلي انا نعد من الشباب لاني صغيره في اللاج بزاف. حاجه ثانيه، انا نقوم بالتصنيع، والكود تاعي في الريجست كوميرس وفي لاماركه تاعي في كل شيء مصنعه تصنيع، فاهمين كيفاش؟ ونصنع مواد اللي ماهيش موجوده في الجزائر ابدا. هذه حاجه. حاجه اخرى، انه كامل المواد اللي نستعملها نشريها من الجزائر ولوكال 100%. نورمالمون الناس اللي كيما انا يطيروا بهم في السماء، لانه رانا نخدموا في اقتصاد هذه البلاد، بس غبنوني غبيناك حنا.
خليني نحكي لكم على زوج سؤال غبروني فيهم بزاف 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 بزاف. الحاجه الاولى انه في لوكا تاعي انا نحتاج ارض باسكو لي ماشين كبار والحمد لله يعني ما عنديش مشكله في راس المال سيبون يعني كل شيء راني كملت معاه بقى لي غير حاجه في الجزائر. انا نسكن في وهران. الوهران الارض غاليه بزاف تشعل غاليه 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 بزاف. كل نشري ارض بالمواصفات اللي انا راني محتاجتها طيح لي على الاقل على الاقل زوج ملاير وطلع وفاهمين كيفاش زوج ملاير وطلع على بها. ش قلت انا كمصنعه وكوحده من الشباب من حقي اني ندي ارض حقي اني اطالب ارض ومن حقي اني طالب بارض يعطوها لي لانه نحتاجها ونورمالمون هاد الارض نديها بمبلغ رمزي وفاهمين كيفاش. بصح الحقيقه حاجه مختلفه تماما. لما رحت ما كانش كاع ترحيب ما رحبوش بيا غايه الغايه. هذه حاجه اخرى شغل حقروني بالعين كشغل تيا مصنعه واش تصنعين تيا شافوني بلي صغيره بزاف في اللاج يعني صراحه انا صغيره في اللاج بصح اذا كنت صغيره نورمال متدعموني باسكو انا نسمع صوالح ما كاينش في البلاد راني نطلع في اقتصاد البلاد. الناس اللي كيما انا هما الناس اللي يدعموهم. اش قالوا لي قالوا لي بلي وهران غير قطعي الياس باه نعطوك ارض في وهران قطعي الياس ما تديش. هذه حاجه. حاجه الزوجه واللي غلطتني بزاف واللي خلعتني بزاف انه نورمالمون هاد الارض نديها بمبلغ رمزي اما لا قالوا لي بيعوا لي الميتره واحده مليون و200 اللي هي بالدينار الجزائري يقولوا لها 12000 12000 دينار جزائري يعني كون نروح نشريها كيف كيف كفامي كيفاش يعني قطعي لي اسم ما نعطوكش الارض. وهذه هي الخطوه اللي شويه راهي معقله لي باسكو انا صامطه وحقي وندي حقي بغيتو ولا كرهتو نديه كفامي كيفاش وكونوا صامطين. اما هذه هي الحاجه واحده من الصوالح اللي عرقلوا لي الانطلاقه تاعي. الحاجه الثانيه هي لوتوريزاسيون دو برودكسيون من امل انايا نقوم بانتاج 30 منتج وي صحيح دي طوب عبالي بلي كي قلت لكم نصنع 30 منتج غادي تقولوا دي هي تصنع 30 منتج واش هما هاد المنتجات ومننا ومننا باوي نصنع 30 منتج بروجي تاعي باوي غادي ننطلق ان شاء الله بربي ب 30 منتج. هاي كلبي 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 شوفوا اوتوريزاسيون دو برودكسيون هاك ملف ما يكملش بصح معليش بما اني انسانه صامده وبما اني ما نفشلش وبما اني ما نعياش وبما اني عندي القلب وحربيه وفحله نوقف على صوالحي. يعني هذا ملخص تاع البروجي تاعي شمال الصوالح اللي غبروني بصح شهولة ماشي غير صوالح غبروني واما تلاقيت تسهيلات ثاني في صوالح اخرين. مع سبيل المثال اللوندي سهلت لي بزاف انه لما ندخل لي ماشين تاعي ما غاديش نخلص عليهم التي فيا سهلت لي بزاف 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 صوالح في البروجي تاعي الحمد لله. المهم اذا كنتوا باغيين تعرفوا كل كبيره وصغيره على البروجي تاعي واذا كنتوا باغيين تعرفوا كيفاش تكون واحد مصنع وكيفاش تدي هذا الكود تاع التصنيع كل ما عليكم انكم تخلوا لي تحت في التعليقات اسئله تاعكم على هذا الموضوع للموضوع تاع العمل تاعي وعلى موضوع تاع انطلاقه الشركه تاعي وكيفاش هذه الشركه هي شركه ذات اسهم. هذه هي خلوا لي تحت وان شاء الله بربي بالك ندير لكم فيديو كامل رد فيه غير على هذا الموضوع على بها بموضوع. وبما اني حكيت لكم كاع الصوالح اللي راني فوت فيهم يعني بالك من على شهرين 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور كاع على حساب ما طلقوني باسكو من الناحيه تاعي انا راني واجده لي برودوي تاعي راهم واجدين كلشي راه واجد ما كاش حاجه خاصتني كلشي راه واجد ابار العقاله تاع هذوك لي دوسي ابار العقاله تاع الادارات اللي راهم شاديني سي بوغ سا يعني بالك من 4 شهور 5 شهور نقوم باطلاق الماركه تاعي وعبالي بلي راكم قارعوا لها بزاف وراكم متشوقين لها بزاف ودعوا لي دعوا لي ربي ان شاء الله بربي تاع 2018 يسهلوا لي فيها ما تكونش كيما 2017. دركا خلوني نحكي لكم على حياتي الشخصيه. حياتي الشخصيه وبكل بساطه جي تروفي لامور ما كاينش بزاف صوالح صرا في حياتي الشخصيه باه نكون صادقه معكم. حياتي الشخصيه يعني قمت يعني شغل خليت هاد ما راهيش من الاولويات تاعي من الاولويات تاعي هي البروجي عام كامل وانا نجري عليه عام كامل وانا يا على بها حياتي الشخصيه ما غاديش ما فيهاش بزاف صوالح ابار حاجه واحده واللي يمكن تكون اهم من كل شيء واللي هي انه 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 تعرفوني حشامه باش نحكي هذا الصالح جي تروفي لامور وي 2017 جي تروفي لامور صح من بعد كينا بالك نحكي لكم اكثر واكثر ما تحشمونيش في هذا الموضوع عليكم بلي انا حشامه بزاف وكل شيء على بها ما غاديش نحكي لكم بزاف على هذا الموضوع. ما تنساش تشارك هذا الفيديو بارتو
شاركه في كل مكان هكا باش يوصل لاكبر عدد من الاشخاص، وباش كل ما تشارك هذا الفيديو كل ما راح تزيد النسبه تاعك في الفوز في هذه المسابقه. يعني كل ما تشاركه في كامل الجروب اللي عندك، تشاركه مع الاصدقاء تاعك، تشاركه في الصفحه تاعك، شاركه بارتو، لانه كل ما تشاركه كل ما انا الاحصائيات تاع الاشخاص هذوك يطلع لي وشوف شكون اللي شاركه بزاف. ان شاء الله في ربي في 2018 تحققوا كل امال تاعكم وكل احلامكم، وديروا يعني كاع الحاجه اللي راهي في قلبكم ديروها. ونصيحه من عندي، هاد الحياه جامي تبتع فيها، كومباتي لا في، كومباتي باش تعيش، كون صامت، كون يعني ما تستسلمش، لانك اذا انت ما تعبتش على جالك ما كاش واحد راح يدير لك حاجه يعطيها لك هكا في طبق من ذهب. في الدنيا هذه لازم عليك تتعب، لازم عليك كومباري، لازم تكون حربي، لازم تكون درقياز، فاهمين كيفاش؟ كل انسان ربي يعطي كل انسان على حساب قلبه. صفوا قلوبكم، لانه مهما ظلمت في هذه الدنيا ربي راح يعطيك على حساب قلبك، وهذه هي الحاجه اللي نامن بها واللي نمشي بها. نسقوا الفيديو راكم بالباي باي. بحرت لي ما صفتش نقول مقبله، راني خمم واش نقولهم. صافي الفيديو راه كمل، نحبكم ونموت عليكم، وهابي نيو يير، بوناني، نتمنى نكون فرحتكم ويكون الفيديو عجبكم، ونقول لكم مع السلامه.